السلام عليكم المتتبعين الأوفياء، أين أنتم في العالم بأكمله؟ صحباتي المتتبعات الوفيات، أينما أنتم خارج الوطن أو داخل الوطن، من طنجة القويرة، مرحبا بكم. فيديو جديد، نهار جديد، فلوق جديد، موضوع جديد اللي باقي غنشاركو معكم، ديال البطاقة الوطنية. الناس اللي باغيين مثلا يبدلوا ليها العنوان، ولا عندهم فيها مشكل، ولا تسال لهم التاريخ ديالها، ولا غيصوبوها اول مرة، غيستفدوا من هاد الفيديو كما شاركت معكم في الفيديو ديال البارح بعض المعلومات. واليوم غادي نكمل معكم المعلومات والإجراءات اللي درت هنايا. دابا جبت شهادة السكنة، بعد ما كنجيبو شهادة السكنة من أقرب الكوميسارية لنا، كنمشيو كنشدو رانديفو عند مول السيبير، ولا كنشدوه في البيسير راسنا، كنخرجوه بحال هكذا على شكل ورقة كما كتشوفوا معايا. بعد ما كيوصل الوقيته ديال الرانديفو، التاريخ اللي عطاونا، كنمشيو كنديوه وكنديو معنا شهادة السكنة وجوج تصاور والبطاقة الوطنية ديالنا. كنمشيو لأقرب الولايات الأمن اللي عندنا في المدينة فين صيفتونا، كندفعو الدوسي ديالنا، كنبصمو وكندفعو الدوسي ديالنا باش تخرج لينا البطاقة الوطنية ديالنا. ومن بعد كنتسناو 10 أيام، حتى كدوز 10 أيام عاد كنمشيو كنجيبوها. هادو هما الإجراءات ديال البطاقة الوطنية بالنسبة اللي بغى يبدل ليها العنوان، ولا غيصوبها أول مرة، ولا عنده فيه شي مشكل. المهم الوثائق كما قلت لكم البارح في الفيديو ديال البارح، كتختلف من شخص لشخص على حسب كل واحد وفين ساكن كل واحد والظروف ديالو، اللي خدام، اللي ساكن عند شي حد، اللي عنده شي مشكل في الوراق ديالو. المهم كل واحد والوثائق اللي كيطلبوا ليه، ولكن الوثائق المهمين هما هادو اللي شاركت معكم. والطريقة ديال الإجراءات هي هذه اللي هي مهمة، شاركت معكم المسائل اللي هي المهمة. أما المسائل الأخرى اللي كتعلق بالناس، كل واحد والظروف ديالو، كل واحد وكما قلت لكم الوثائق اللي كيطلبوا ليه على حسب اللي خدام، واللي مثلا عنده شي مشكل صحي. المهم كل واحد والوثائق اللي كيطلبوا ليه، ولكن انا شاركت معكم المسائل اللي هم مهمين والمعلومات اللي نتوما يقدر ما تكونوش عارفينهم، بحال مثلا شهادة السكنة ما بقاتش كتعطى عند القيد، كنشدوها في اقرب كوميسارية لنا، والرانديفو حتى هو ضروري اننا نشدو الرانديفو في السيبير، عاد كنديوه كندفعو الدوسي ديالنا وكنبصمو، عاد كنتسناو 10 أيام تخرج لينا البطاقة الوطنية ديالنا. والحمد لله انا اليوم شديتها، راني غادي نشارك معكم واحد الخريجة كنتمنى تعجبكم وتستمتعوا بها وتبارطاجيو هاد الفيديو مع العائلة والأحباب والأصدقاء. جزاكم الله خير، وتشجعوني بالاشتراك واللايكات ديالكم والتعليق الزوينين بحالكم، الله يعطيكم الخير. كنتمنى دائما تشجعوا بعضياتنا. كما قلت لكم اليوم انا الله شديتها بعد المعاناة، بعد سيرواجي والله العظيم لعيت بزاف، حنت عندي فيها مشكل، داكشي علاش صعبت انها قديت الورق من الاول ودفعتهم وشحال من حاجة. كما قلت لكم سيرواجي حتى عيت بزاف، والحمد لله اليوم شديتها واخيرا، وفرحانة لأنه عانيت عليها بزاف، حسيت باللي شي حاجة ثقيلة عليا. اليوم خفت، اليوم تهزت داك الحمل الثقيل
ثقيل اللي هم كبير تابعني. الحمد لله ارتحت منه، لانه كما قلت لكم سير واجي راه ماشي ساهل، تمشي وتجي تمشي وتجي، والبلاصه بعيده عليا بزاف. كان مشي بالطاكسي شي 5 الخطرات مشيت وجيت بالطاكسي، راكم عارفين صعيب بزاف. عاد انني نشدها اليوم وفرحانه، وخرجت معايا وليدي، ما عندي من نخليه، واخا ما خصنيش نجيبه، ولكن الا خليته في الدار بوحدو صعيب. جبته معايا دابا، راني ديتو نساريه شويه هكا وندورو شويه هكا هنايا في طالبرج. راه كنصور لكم هاد الجرادي اللي حتى هما بدلوهم، شوفوا سبحان الله شحال باش تبدلت الوقت. ملي كنا ساكنين قريبين لهنايا، الدار ديال الوالده كانت قريبه لهاد الجريده هادي، كنا كنجيو ليها انا والبنات، كنديروا النهار واحد صراحه. الذكريات ما كتنساش. البنات اللي كيتفرجوا صحباتي دابا راه كلهم في ديورهم تبارك الله مع وليداتهم، الله يوفقهم ويخلي لهم عائلتهم ووليداتهم. غير هذاك النهار كنا باقيين صغار، كانت تجمعوا كنديروا النهار كل وحده وشنو جابت. كنجيو لهاد الجريده هادي كنديروا فيها الكاسكروت، كاينه اللي جابت الحلوه، ها اللي جابت عصير، ها اللي جابت الخبز، ها اللي جابت الترمس ديال الاتاي ولا البراد. الله العظيم الا ايام ما تنساش الواحد من البال، لانه ايام زوينه عشناها، ذكريات دوزناها هنايا في هاد الجريده هادي. دابا راه تبدلات حتى هي، بدلوا ليها كل شيء كما كتشوفوا معايا البنات، غيشوفوها اللي بعادين. صديقاتي وجاراتي اللي في خارج ارض الوطن، كنقول لكم التحيه من هنا، كنسلم عليكم من هنا. ايام والله العظيم الا دوزنا ايام زوينه، وذكريات اللي ما كتنساش صراحه ديال الصغر، دائما ما كتنساش اي حاجه عشناها في الصغر ديالنا. صعيبه اننا نساوها، ودائما كنتفكروها بالخير، وكنفرحوا ملي كنتفكروها، كنتفكروا باللي حنا دوزنا شي حاجه زوينه، خصوصا اللي مثلا كتعيش حياه صعيبه مع الزوج ديالها، الا ما كيخرجهاش، الا منع عليها انها تخرج مازال مع صحاباتها، ولا تخرج اصلا غير معاه، كتبقى غير في الدار ربعة الحيوط. دائما صعيب، حياه كتولي اش غنقول لكم، كتولي شي حاجه اللي خايبه بزاف. انا كتبقى في الدار دائما دائما، ولكن كل واحد وظروفه، كل واحد ورزقه، فين ده الله. شوف سبحان الله، حنا دابا راه كل وحده في مدينه، كل وحده في بلاد، سبحان الله، كل وحده كتعيش حياتها اللي كتب ليها الله. وعندنا الوليدات الله يخليهم لينا ويهديهم لينا ويحفظهم لينا ويبعد علينا الشر الخلق. هنايا كتصور لكم هاد الطيور سبحان الله مجموعين هنايا داخل هاد الورد، والحمد لله الجو زوين. كنهديه لكم المتتبعات الاوفياء، المتتبعين الاوفياء، لانه كيكتبوا لي بعض الاخوان كيقولوا كتذكري دائما كتقولي المتتبعات، راه كاينين المتتبعين كيتابعوك كيتفرجوا في المحتوى ديالك. كنقول لهم شكرا لكم بزاف، جزاكم الله خير، اللي كيتفرج واللي كيبارطاج واللي كيكتب تعليق زوين، البصيمه جزاها الله خير، جعلها الله في ميزان حسناتكم. هذا مسجد ديال طلب برج، درت لكم جولة في طالبرج، كنتمنى تعجبكم وتستمتعوا معايا. تبارك الله ما شاء الله، ما أحلى الجامع، والله يقبل لنا الصلوات والأعمال ورمضان يا رب العالمين. الله يقبل لنا القيام ويقبل لنا الصدقات وصلة الرحيم، والحمد لله رمضان كريم. كما انتم عارفين هاد الاجواء صعيب اننا نعيشها، خصوصا
في هاد الايام المباركه كنبقاو في الدار من الشقه من هادي لهادي، جري من هنا لهنا، صعيب اننا نخرجوا. كاينه بعض النساء بعض العائلات المساكن اللي ما كيشوفوش برا نهائيا طيله الشهر المبارك، غير بسبب الشقه من الصباح وهي تشقى، هي في التصبينه، هي في التسياق، وملي توصل ثلاثه تدخل الكوزينه من ثلاثه حتى العشاء ولا كاع كثر الله يكون في العون. نحنوا في هاد العيالات هادو، نحنوا فيهم شويه، نعاونوهم شويه ولو بالغسيل ديال المواعن، راه ما فيها عيب اي واحد يغسل المواعن، اي واحد يدير شي حاجه، نتعاونوا مع بعضياتنا العائلات، نتعاونوا هكا نديروا يد في اليد في التوجد ديال هذا الفطور، لانه كل شيء على المراه راه صعيب وصعيب بزاف. وزيديها الوليدات حتى هما المسؤوليه ديالهم، وزيديها خصك ديري الواجبات ديالك، تصلي صلاتك في وقتها، تقرا شويه ديال القران. اللي كيبقاو واقفين في الكوزينه امتى غادي يقراو القران؟ امتى غادي يصليو صلاتهم في وقتها؟ الا بقاو غير في الكوزينه، هذا تشهال بريوات، هذا تشهال مسمن، هذا بغى الحريره حامضه، هذا بغاها مسوسه، امتى غادي توصل هاد السيده هذه انها تصلي صلاتها في وقتها؟ راه هنا كنديو الذنوب في هاد العيالات هادو، خصنا نراعيو شويه ونحسو بهم ونعاونوهم ونحنو فيهم، خصوصا الرجال. بعض الرجال ما كنعممش، صعابين بزاف بزاف، كيبقى حاط غير على المراه ديري هادي ديري هادي، انتي ما درتيش الا حطتها يقول لها ما مزياناش. نراعيو شويه هاد العيالات هادو، والرجال الله يهديهم، راه الدنيا ما دايماش والدنيا دواره، يجي واحد النهار تحتاج ليها ما تلقاهاش حداك، ما تلقاش ولادك حداك. راعي لهاد السيده هادي، حن فيها، عاونها في كوزينه، عاونها في المسؤوليه ديال الوليدات، ما فيها باس، ماشي عيب، بالعكس الا عاونتيها وفرحتيها وخرجتيها، الا كتفرحها وكتشوف باللي حاسه بالامان والحنان ودائما بالسند حداها، راه غادي تهلا اكيد، وغدير ما في جهدها انها ترضيك وتهلا فيك، لانه المراه قد ما كتكون مرتاحه كتعطي كثر، قد ما كتكون فرحانه كتعطي كثر. والله يهدي النفوس ويحنن القلوب على بعديتها، والله يبعد علينا شر الخلق، لانه كاينين اعداء السعاده اللي كيدخلوا ما بين الناس، ما بين المراه والراجل، كيدخلوا ما بين العائله، كيديروا ما في جهدهم انهم يشتتوا هذاك الشمل اللي مجموع، انهم يفرقوا هذوك الناس اللي هم عايشين بخير وعلى خير مرتاحين. الله يهديهم، الله يبعدهم علينا يا ربي العالمين، والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين. كنتمنى هذه الجوله تعجبكم ديال الخريجه، كما كنقولوا حجه والزياره، كما كنقولوا قضيت الغرض وخرجت في نفس الوقت، بدلت الجو وخرجتكم معايا البنات، نرتاح شويه من الكوزينه، نرتاحوا من الشقه اللي ما كيساليش الصراحه، الا ما هربنا منه ما نتهناوش منه. لهذا نخرجوا مره هكا في الصباح، دابا راه حنا في رمضان، نرتاحوا هنا يا وليدي، عيا مسكين، فرحان بالخريجه ولكن عيا. غادي دابا بقى لينا شويه وغنشدوا تاكسي وغنمشي ان شاء الله نوجد معكم فطور خفيف ظريف، شي حاجة بسيطة اللي خفيفة وظريفة، كما كان نقولوا به فيه اللي غتحط في ساع، لأنه الصراحة عيت بزاف. دابا راه كنت مشو، مازال عندنا طريق، كما قلت لكم ولدي عيا، جلس مسكين يرتاح شوية، عاد غادي نشدو الطاكسي كما قلت لكم ونمشي للدار، كما انتم كتشوفوا معايا كنصور لكم هاد المنيظر ديال هاد النخلات، شوفوا كيفاش داروا ليهم الزوينين ما شاء الله، والحمد لله بلادنا زينة، مدن ديالنا فيهم ما يتشاف،
الحمد لله، الله يخلي هاد الناس والله يحفظهم اللي كيديروا ما في جهدهم انهم يزينوا لنا المدينة ديالنا على احلى حلة، على مناظر زوينة ونقية. الحمد لله. هنايا كنصور لكم شوية في الطريق، والحمد لله هذا هو الفيديو ديال اليوم، الفلوق ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم، وكنتمنى انكم استمتعتوا معايا، برعتوا لي عوينتكم بالطبيعة اللي شفتوا معايا في الجريدة، وهذه الأجواء اللي على برا. كنتمنى انكم مرتاحيتوا في عقولكم وقلوبكم، هذا هو الأهم. يلقاكم هذا الفيديو على أحسن حال، تشاهدوه بكل حب بكل فرح. وشكرا لكم على المشاهدة، كنتمنى انكم تبارتاجيوه مع الأهل والحباب، تشجعوني باللايكات ديالكم وبالاشتراكات. جزاكم الله خير، القناة محتاجة للتشجيع ديالكم. الله يوفقنا جميع. هنايا جبت الكرسي الكوزينة كما كتشوفوا معايا، والطبيله الكبيره باش نجلس نوجد فطور خفيف ظريف، لانه الصراحه عييت بزاف، وليدي نعس غير دخل عطيتو الغداء ديالو ونعس مسكين عيا. هنايا غادي نجلس كما انتم عارفين، الا عينا خصنا نجلسو دائما البنات الكرسي يكون عندنا في الكوزينه، لانه الوقيف صعيب صعيب بزاف، هو اللي كيسبب لنا دوك العروق يوليو في الرجلين ديال العيالات بزاف، دوك العروق الخضرين والحمرين. الوقيف هو سببهم، والبرد كذلك. لهذا نحاولوا نقصوا من الوقيف خصوصا في هذا الشهر المبارك اللي كيلقانا كنوقفوا في الكوزينه بزاف باش نوجدوا الشهيوات، الفطور والسحور والعشاء، لانه الوقت اللي ما كتكونش بحال مثلا توجدي الفطور بوحدو، وبعد ما تفطري توجدي العشاء، وبعد ما تفيقي طيبي للسحور، صعيب. لهذا كنوجدوهم في دقه واحده. اكثريه ديال العيالات كيديروا هذه القضيه هذه، كيوجدوا الفطور والعشاء والسحور في نفس الوقت في واحد الوقيته. لهذا كيكون علينا الضغط كثير في الكوزينه، وكيكون صعيب علينا كنبقاو واقفين. خصنا نجلسو نرتاحو، نحطو الطبيله بحال هكا والكرسي، نجلسو ونوجدو على خاطرنا، ما نكتروش من الوقيف. واخا حنا زربانين، واخا الوقت ما كيكفيناش الصراحه، ما كيكفيناش الوقت دغيا كيوصل المغرب، لانه كنوجدو بزاف ديال المسائل. كما قلت هنا خاص العائله يتعاونوا معنا دائما، الوليدات والزوج والاخت اللي عندنا في الدار والاخ، المهم كل شيء يدير يديه، ما فيها باس، ما فيها عيب، ماشي عيب المعاونه، بالعكس كيديو الاجر فينا، كيعاونونا وفي نفس الوقت كنكونوا مرتاحين. بعدا كنكونوا مرتاحين صحيا، كنقدروا اننا نفطروا ونصليو صلاتنا على خاطرنا، والحمد لله الله يقبل لنا لكم الاعمال ان شاء الله يا رب العالمين. رمضان كريم. هنايا كنشارك معكم هاد القرطه هذه ولا القطاعه، كل واحد وشنو كيسميها، خديتها عند واحد السيد تمايا في طالبرج، ما شاركتش معكم، ما صورتش لانه كانوا الناس. قلت لكم خديتها عند واحد السيد، زوينه عجبتني، عمليه وفي نفس الوقت المنظر ديالها الشكل ديالها زوين. والحمد لله دائما حنا العيالات فاش كندوزو عند شي مول معين، ولا كيبان لينا شي محل ديال المويعنات، ما يمكنش اننا نشوفو هذاك المحل ما ندخلوش نتقداو ولو شي حاجه بسيطه، خصوصا في هذا الشهر المبارك. كنبغيو المويعنات جداد، كنبغيو حويجات جداد، خصوصا العبايات. ان شاء الله غنشارك معكم بعض العبايات الزوينين ديال الصلاه. هنايا وجدت فطور خفيف كما قلت لكم، خفيف ظريف، حريره بالتيشه وشويه ديال التمر، البيض مسلوق، شويه ديال الشلاضه هكا بلي باطو، البطاطا مسلوقه بالقزبور اللي كتجي لذيذه وصحيه في نفس الوقت. فطور خفيف ظريف، لانه ما عنديش الوقت الصراحه، وما باغاش ندير شي حاجه اللي هي كثيره اللي غتدي ليا الوقت. الحمد لله كل نهار ورزقو باش ما قضينا، كل نهار واشنو وجدنا واشنو قدرنا عليه. الاهم الواحد يصوم بنيته الصافي وقلبه الصافي ويصلي صلاته في
الوقت والقراءة القرآن. والحمد لله الله يقبل لنا وليكم، والله يدومها نعمة ويحفظها من الزوال. بطبيعة الحال كاس مشحر نعمل على بالنعناع برزتو دائما حاضر ناظر في طبيلة مغربية. هذا هو الفطور خفيف ظريف اللي وجدت معكم اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، شكرا على التعليق الزوينين ديالكم، الله يعطيكم الخير. كنتمنى الفيديو يعجبكم وانكم استفدتوا معايا واستمتعتوا معايا وخرجتوا فوجتوا شوية فرجة ممتعة لكم. شكرا لكم بزاف، الله يعطيكم الخير، الله يوفقنا جميع، الله يكون معنا، والله يرزقنا الصبر ويرزقنا من واسع ويقبل الأعمال يا رب العالمين لي ولكم ولجميع المسلمين يا رب العالمين. شكرا لكم بزاف، الله يعطيكم الخير، تهلاو لي فرصكم. السلام عليكم.